لحميد حسن من داخل النادي الاهلي بالجزيره، ورجعنا تاني علشان نتابع ابرز الاحداث اللي موجوده في يوم التصويت على لائحه النظام الاساسي من داخل النادي الاهلي. معايا واحد من يعني المستشارين اللي اجتهدوا قوي 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 في اللائحه وفي التعديلات وفي مناقشه اللوائح مع الساده الاعضاء، ولنتكلم معاه اكتر عن اليوم الجميل اللي بنعيشه داخل اهلي الجزيره. المستشار اسامه انديل، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك كابتن عمر، والحمد لله النهارده انت راجل اهلاوي وبمس على الكابتن عبد الحميد في الاستوديو. زي ما حضرتك شايف الحمد لله يوم جميل، يوم كان فيه سهوله في كل شيء، ما حدش تعب في حاجه، الاعضاء كلهم ادلوا باصواتهم بيسر وبسهوله، وفعلا العميد محمد مرجان حقق اللي قال عليه 7 دقائق، لا ده هم اقل من 7 دقائق، العضو بيسجل نفسه بيدلب صوته بيتفضل ينصرف بهدوء، والحمد لله زي ما حضرتك شايف الاقبال كان يعني اعتقد ان هو يعني قريب من الممتاز، شيء جميل، والحمد لله زي ما شايف حضرتك الاقبال جامد، واليوم النهارده برغم الحراره بالزبط الشديده بالزبط، لكن هم دول اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. جميل يا فندم ان 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 عضو النادي هو مش جاي يصوت على لائحه مجلس الاداره هو اللي حاططها، لا هو جاي يصوت على بنود هو اتناقش فيها، وطبعا تم اخذ رايه في الاخر. الاعضاء هم جايين ياكدوا حبهم ويعملوا حق من حقوق النادي الاهلي اللي مفروض على كل عضو من داخل الجمعيه العموميه. ده صحيح زي ما حضرتك تفضلت يا كابتن عمر، فعلا الناس فعلا جايه النهارده علشان هي حست المنتج ده هم اللي صنعوه، محدش صنع اللائحه، محدش صنع، اللي صنع اللائحه اعضاء الجمعيه العموميه الموقره اللي هم النهارده شايفهم فرحانين، يعني انا عمال ابص في الوجوه وبلف على اللجان كلها، لا ما شاء الله الناس فرحانه، الناس سعيده، يوم فعلا يوم فرح، والكابتن خطيب عمله يوم ديمقراطي، جهز له من زمان، جهز له من زمان، فالحمد لله النهارده زي ما انت شايف الناس الاقبال كويس برغم الحراره برغم كل شيء، لكن الجمعيه العموميه كل ما بتحس ان ناديها عايزها بتيجي وبتشرف وبتنور وبتدافع عن حقوقها، خاصه ان هم قروا اللائحه كويس وشافوا حقوقهم كلها الحمد لله رب العالمين، اللائحه محافظه عليها، اللائحه صنتها، شافوا حقوقهم، شافوا الاستثمارات بتاعتهم في باب للاستثمار، شافوا ان شاء الله الخير قادم للنادي الاهلي، فهم النهارده جم علشان بيقولوا لمجلس الاداره احنا معاك ويلا ابتدي، وان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفق النادي ويوفقكم لمصلحه النادي الاهلي. تقول يا حضرتك للناس اللي موجوده اللي احنا بنصور ويمكن كل الجماهير والاعضاء شايفيننا من خلال قناه النادي الاهلي ان الاقبال زي ما حضرتك شايف، تقول ايه الاعضاء اللي جم طبعا واللي ادلوا بصوتهم بالرغم من صعوبه طبعا الحراره والجو، لكن سهوله ويسر العمليه الانتقاليه داخل النادي الاهلي والتصويت كانت في منتهى السهوله، لكن كلمه من حضرتك للساده الاعضاء اللي جم ادلوا باصواتهم. قال لهم شكرا، شرفتوا النادي، شرفتوا ناديكوا، وانتم بالرغم من الجو اللي حضرتك تفضلت بيه واللي الناس حاسه بيه من الحراره ومن نسبه الرطوبه العاليه، ولكن حضرتم. ليه حضرتم؟ لانكم احسستم النهارده بالرغم ان مفيش انتخابات، مفيش تنافس بين ابناء النادي، لكنكم شعرتم ان هناك مرشح اوحد هو النادي الاهلي، فجئتوا علشان تنتخبوا النادي الاهلي. شكرا لك. طبعا يا فندم انا بشكر حضرتك جدا على المجهود اللي حضرتك كنت قائم بيه كل اعضاء مجلس الاداره، وان شاء الله يعني نحتفل بعد ما ينتهي عمليه التصويت وباكتمال النصاب القانوني ان شاء الله، لكن اكيد لسه الاقبال يعني الناس بتيجي وناس عايزه تطلب صوتها، وان شاء الله نحتفل ونكون في لقاء مع حضرتك بعد ما يتم اعلان طبعا النتائج والفرز ان شاء الله. ان شاء الله بشكر حضرتك، ومهما تعمل للنادي الاهلي، النادي الاهلي حضرتك ابن النادي والوالد الكريم كابتن ربيع ياسين ابن النادي، وعارفين قد ايه مهما تعملوا النادي الاهلي واي حد يعمل، لا النادي الاهلي هو صاحب الفضل، لولا النادي الاهلي حضرتك ما كنتش عمر ربيع ياسين، لولا النادي الاهلي ما كنتش انا فلان، لا النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، ربنا يتم نعمته علينا بالنادي الاهلي. شكرا. كنا مع سيادة المستشار أسامة أنديل من داخل خيمة الإدلاء بالأصوات في النادي الأهلي، يعني هاخد من كلام سيادة المستشار النادي الأهلي ليه فضل علينا كلنا جميعا، فده يوم حق علينا كلنا نكون موجودين في يوم النادي الأهلي محتاجنا فيه، إن شاء الله يكون معانا مزيد من اللقاءات، وعودة ليك كابتن عبد الحميد في الاستوديو.